عدم الاعتماد على عدد من لاعبي الفريق خلال مباراتهم مع شبيبة الثورة الجزائري المقرر إقامتها يوم الجمعة اللي جاية في دوري أبطال أفريقيا بسبب أرضية الملعب. أرضية ملعب 20 أغسطس في مدينة بشارة الجزائرية اللي بتستضيف أحداث المباراة من النجيل الصناعي، وهو ده اللي خايف منه الجهاز الفني للنادي الأهلي عشان ما يتمش إصابة أي لاعب أو لا تتفاقم إصابة أي لاعب في الفريق. وبيأتي في مقدمة الأسامي التي يبحث الجهاز الفني للمباراة راحتها وليد سليمان اللي ممكن يكون موجود احتياطي خلال احداث اللقاء. كمان بوابة الشروق قالت ان اكد نبيل نغيز المدير الفني لفريق شبيبة الثورة الجزائري ان فريقه بيشعر بالفخر قبل مواجهة النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. وقال نغيز في تصريحاته للاعلام النهارده: لنا الشرف وكل الفخر كفريق ناشئ ان نستقبل زعيم الكرة الافريقية ونادي القرن في القارة الافريقية. النادي الاهلي يوم الجمعة هيكون لقائنا معه على ملعبنا، واضاف نحضر لاستقبال وتكريم يليق باسم النادي الاهلي الذي نقدره هو وجماهيره وتقدره كل الجماهير الجزائريه، وله سمعه على المستوى العالمي وعن سعادته طبعا تحدث باستقبال النادي الاهلي وتكلم برضو عن استعداداته الفنيه، وقال اننا نعلم كل كبيره وصغيره عن النادي الاهلي، وسبق ان واجهته في 2017 في البطوله العربيه عندما كنت ادرب نصر حسين داي، ونعمل على تجهيز لاعبينا لكل السيناريوهات المتوقعه خاصة وأن الأهلي يملك كل لاعبي منتخب مصر تقريبا، لذلك فكل التوقعات تصب في صالحه، ولكن نسعى بكل جهدنا لتحقيق المفاجأة والإنجاز لأنه سيكتب في تاريخ شبيبة الثورة.